ماشي فاطمه، رئيس جمعيه حرب الحمامات المغرب جهه الدار البيضاء ستات. ما بقى لنا ما نقولوا، الحمامات باقي مغلوقين في الدار البيضاء في جهه ستات، وحنا كنتسائلوا على دواعي هذا الاستمرار ديال اغلاق الحمامات في الدار البيضاء وفي جهه ديال الدار البيضاء ستات ككل. التساؤل اللي غيطرح راسو، علاش الحمامات؟ الحمامات بالضبط، واش خوفا من انتشار الوباء؟ الوباء الحمد لله راه بلغ اعلى درجات الانتشار في البلاد وفي المواطنين، وهذا الحمد لله. ارباب الحمامات ضروا اكثر من ما يقدر يوصف الواحد، لا اجتماعيا ولا ماديا. المواطنين حتى هما، الطبقة الشغيلة حتى هي. فالسؤال اللي مطروح، علاش الحمامات ديال الدار البيضاء مغلوقين خوفا من انتشار الوباء؟ ترخيص الحمامات في المدن الأخرى، العمل بطاقة استيعابية يعجز اللسان عن وصفها. البيضاويين أصبحوا يحجون ويسافرون رحلة الشتاء والصيف، ودابا هنا رحلة الشتاء يحجون إلى مدن أخرى لكي لا يحترمون الطاقة الاستيعابية ديال الحمامات. واش هذوك الحمامات ما غنخافوش من انتشار وباء؟ ما فكرناش في المواطنين البيضاوة فين غيغتسلوا؟ الفصل فصل شتاء، حرارة برودة الطقس وصلت إلى أعلى مستوياتها. لماذا تجاهل المواطنين؟ لماذا تجاهل فقراء الدار البيضاء، فقراء منطقة اقتصادية الدار البيضاء، القطب الاقتصادي كما كيقولوا سيدنا وينصروا؟ لماذا لم يتم تنزيل السياسات اللي جات في الخطابات المولوية السامية؟ المواطن البصير، المواطن البيضاوي فين غادي يمشي يستحم؟ العائلات أثقل كاهلها ثمن الغاز، ثمن الماء، ما وقفنا عاجزين أمام تحليل موضوعي للوضعية. والعجز، كل العجز التي سوف نصف به الوضعية، هو عجز الحكومة وعجز وزارة الصحة. وزارة الصحة تحمل مسؤوليتها. اللي تصاب كوفيد راه خصو يلقى فين الدواء، خصو يلقى المستشفى. ها هو دابا توسخ غيلقى فين يغتسل، ولكن المرض ما كيلقاش فين الدواء وما كيلقاش باش يداوى، وهذا هو ما زاد الطين بلة. هنا كنلتجئ لكم انتوما كمنبر اعلامي، باش ما عرفنا واش غنتكلموا حنا كجمعيه مهنيه كتمثل ارباب الحمامات، ولا نمثلوا كنتكلموا كمواطنين ما لقيناش فضاءات فين نغتسلوا، ولا كممثلين للمجتمع المدني. راه عجزنا امام استمرار هذه الاغلاقات بدون مبرر، وتجاهل الحكومه وتجاهل السلطه للمواطنين. ابسط حقوق العيش الكريم هو الاغتسال. حنا ما بقيناش دابا كنشوفوا في التعليم ولا في هذا، كنشوفوا غير الاغتسال. حال الاغتسال، واش المواطن ما بقاش عنده حق يغتسل؟ راه الحمامات تجاهلوا وهضمت حقوقهم واصابهم الحيف، ونقولوا الحقرة، ونقولوا الفقر، ونقولوا بان الحمامات حتى دابا المواطنين اللي ترخص الحمامات يشتغلوا راه ما غيلقوش فين يغتسلوا المواطنين، لان الحمامات راه تارقوا وما كاينش الاصلاح، ما كاينش واحد الميزانيه باش غيديروا انطلاق. حتى فعلى ذكر انطلاق وعلى ذكر هذا، تفكرت بان الابناك لم تمد يد مساعده للحرفيين والمهنيين باش يسهلوا لهم الميزانيات والمساعده الماليه والمزاوله ديالهم في هذه الظروف الصعيبه اللي كيعيش ارباب الحمام، وكيعيش مواطن، وكيعيش الطبقه الشغيله ككل.
مطالب ديالكم الرئيسية؟ الفتح والحمامات. نعم. الفتح والحمامات راه النظافة من الإيمان، وحنا إلا كنا واحد الشعب مسلم راه النظافة الإيمان، النظافة من الإيمان، والإيمان راه ما يمكنش. فتحنا المساجد وخصنا نفتحوا أماكن نظافة، هذه ولينا طالبين غير الاغتسال، خلي على أن يكون يباشروا العمل ديالهم كمنظومة اجتماعية اقتصادية ويساهموا في اقتصاد البلاد. المواطن بغى غير عود، دابا ولينا حنا داوين غير على المواطن، المواطن بغى فين يغتسل، ولكن لماذا هذا التجاهل للمواطن؟ لماذا هذا التجاهل لأرباب الحمامات؟ المواطنين ديالنا حنا دار البيضاء، دار البيضاء كجهه دار البيضاء ستات، خص الحمامات يقدموا، خص المواطنين يلقاو فين يغتسلوا. هذا هو المطلب الاول، يفتحوا الحمامات عاد نتكلموا ويتجاوبنا بالحكومه على هذا التجاهل، هذا التجاهل وهذا الحيف اللي اصاب ارباب الحمامات، وما لقاوش زعما شيء مؤسف، والله الا مؤسف كثير، مؤسف بواحد الدرجه كبيره، ان المواطن ما كيلقاش اللي يسمع ليه، ما يلقاش اللي يسمع ليه. هو دابا ما بقاش، ما وفروش ليه حتى الاغتسال، عاد غيوفروا ليه الدواء، عاد غيوفروا ليه العلاج من كورونا، راه اللهم يتوفى نقي ولا يموت بالوسخ. في حق قرار اللي صادر في حق الحمامات باش يتغلقوا، هو القرار اللي فاتح في المدن الاخرى، هو القرار واش شنو راه دار البيضاء، البيضاويين بداو كيمشيو كيعوموا في المدن الاخرى، واش شنو ما غيديوش كورونا، ما غيديوش كوفيد، ما غيكونش واحد العدوى، انتشار العدوى. ولحد الساعه ما كاين حتى حالات عندنا في الحمامات، ما كاين حتى حاله في الحاله في الحمام نهائيا، نهائيا لا بؤره للتحاليل، ما كاين بؤره في المناطق الصناعيه، صناعيه نعم. اما الحمامات راه تعنات حالات في مراكز العنايه المركزه، اطباء انا كنشوف موظفون سامين توفوا بكورونا. الحمامات ما عرفتش انا واش الحمامات، انا نعطيك غير سبب مثال بسيط، واش الصين من تنطلق فيها الكوفيد كانوا عارفين الحمامات؟ ايطاليا، ايطاليا اللي حققت اكثر عدد الوفيات فيها الحمامات، بالعكس راه الحمام موروث ثقافي شعبي كيسحد من انتشار الاوبئه. حنا كنطالبوا المسؤولين، كنطالبوا السدة العالية بالله يشوفوا عين الرحمة في المواطنين البسطاء اللي قتلهم البرد وما لقاو فين يعوموا. راه الناس ما لقاوش فين يعوموا، راه المواطن باش غيعوم هذاك الميزانية اللي غيسخن بها الماء، اللي غيسخن بها الماء راه يوكلها لوليداتو. ونشوفوا الناس اللي متشردين راه تما ما كيلقاوش باش يعوموا، راه لا نهار يحلوا الحمامات غندخلوا في واحد الوباء خطير، غيوليو الامراض الجلديه وغيوليو هذا. ودابا وزاره الصحه ما دايرهاش واحد الاحصاء ديال الناس اللي ما عاودوش. النظافه من الايمان، حنا النظافه من الايمان كمجتمع اسلامي، ما نوفروش الناس فين يغتسلوا، وعلى الاقل نوزعوا عليهم الماء سخون، نسخنوا الماء، نسخنوا الماء ونوزعوا عليهم، ولا نديروا حافلات، حافلات ديال الاستحمام ونعودوا الناس. ولا اله الا الله محمد رسول الله، منها وضعيه ومنها عجز ديال الحكومه. سؤال استاذ، علاش حلوا الحمامات ومن بعد سدوا واحد المده معينه؟ ما عرفتش، يمكن كاينه شي سلطه خفيه اللي كتسد الحمامات. واش منظمه الصحه العالميه عاديه الاوامر ديالها بان الاماكن اللي كتضم اكثر من 10 الناس خاصها تسد؟ منظمه الصحه العالميه ما غيكونش عندها علم بالحمامات وطبيعه الحمام المغربي. راه هناك، انا كمسؤوله جمعويه، هناك يد خفيه او سيناريو يخطط للحمامات في المغرب، حيت باش تسول الحمامات علاش في الدار البيضاء، علاش الدار البيضاء بالضبط، علاش منطقة جهة الدار البيضاء سطات، علاش البرج ديال خدامين فيها الحمامات، علاش الجيدة خدامين فيها الحمامات، علاش المدن الأخرى، علاش الرباط، علاش سلا، علاش هادي، علاش خدامين فيها، علاش بالضبط الدار البيضاء؟ يعطيونا سبب مقنع ونقتنعوا، ويعطيونا رخصوا لنا تغيير النشاط ونحيدوا حنا الحمامات من الدار البيضاء. نعم. بغينا غير شي مسؤول يخرج يعطينا جواب.
يعطينا جواب ما يخليوناش كنتخبطوا هكاك ما عارفين حتى المسؤول ما عطانا اعتبار ما التجاهل التام وهذا التجاهل راه احتقار لحريه الغير راه احتقار لحريه الغير راه ضرب بالحريات العامه راه المواطن خصو كي كنوفروا ليه سكر واتاي والزيت ولو ان هنا كاين كلام اخر في المنتوجات المدعمه راه خصنا نوفروا ليه في دعوه اولى راه الجمعيه غتطلب ترفع دعوه على الحكومه المغربيه ارباب الحمامات غير رفعوا دعوه على الحكومه المغربيه تعطينا جواب توفر لنا ابسط شروط العيش الكريم والا غنضطروا ومن حقنا نرفعوا دعوه على الحكومه المغربيه نهائيا تجاهل تام نهائيا لا حياة لمن تنادي مول الحمام مطالب باش يسد حمام راسلتوا جميع الجهات الحمام مطالب باش يسد الحمام عنده أمر صريح باش يسد الحمام ولي تعتقل كيوقع لواحد الإخوان ديالنا ومطالب أداء الواجبات ديالو منين غيجيب واجبات باش يخلص الضرائب والموضوع والمصاريف الصيانة وهو سد لي الحمام وكنطالبو عطيه حقوقه وعاد يطالبو بواجباته أما باش طالبو بواجباته وما عطيهش حقوقه هذا راه ضرب من ضروب الاستهتار. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.